من الرياض إلى واشنطن العاصمة، كانت تغطية انتخابات الرئاسة الأمريكية أول نشاط جماعي بارز لطاقم الإخبارية، والذي يعد خطوة كبيرة للقناة. وقد بدأت التغطية اعتباراً من يوم 2 نوفمبر الجاري لنقل الصورة على الهواء مباشرة. جرى نقل وقائع الانتخابات من موقع الاستوديو وسط العاصمة الأمريكية واشنطن، وفي أكبر وأهم المرافق الإعلامية بالمدينة من متحف الأخبار المطل على مبنى الكونغرس العريق. استوديو عملاق مجهز بخمس كاميرات عالية الجودة هاي ديفينيشن وطاقم مصورين ومخرجين. قام طاقم قناة الإخبارية السعودية بتغطية أنشطة حملات انتخابات الرئاسة الأمريكية من قلب الحدث ومتابعة مجرياتها لحظة بلحظة. أوكي كيو خالد. حيث وفرت القناة كامل تجهيزاتها بطاقم عمل فني بلغ 60 شخصاً من محررين ومراسلين ومقدمين ومعدين وفنيين لمواكبة الحدث وبث أحداث الانتخابات ومجرياتها مباشرة من الولايات المتحدة. استغرق بث برنامج السباق إلى البيت الأبيض ساعات طويلة من البث المباشر على مدى 7 أيام، قدمه 3 من مذيعي قناة الإخبارية خصيصاً لهذا الحدث الذي يعتبر الأقوى في دائرة المنافسة مع القنوات العربية الأخرى. الانتخابات الأمريكية الإخبارية في قلب الحدث. وكان عدد ضيوف النشرات الإخبارية من واشنطن 34، بعضهم ناطق باللغة العربية والآخرون بالإنجليزية. قام فريق من 6 مترجمين بتوفير الترجمة إلى اللغتين العربية والإنجليزية. بلغ عدد ضيوف برنامج السباق إلى البيت الأبيض على مدار 14 حلقة 42 ضيفاً أمريكياً وعربياً. لقد جاء هذا المجهود الكبير من القناة نتيجة سلسلة من الاجتماعات والتنسيقات المسبقة، وقد كانت تغطية الانتخابات الأمريكية هاجز الجميع بوصفه الحدث الأبرز والأهم على المستوى العالمي. أروى صوان، الإخبارية، واشنطن.